مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. الحرائق من أخطر الحوادث التي يتعرض لها الفرد في حياته اليومية، ومن أهم المركبات المستخدمة لإطفاء النيران وإخمادها غاز الهالون، حيث يقع ضمن تصنيف المواد الهالوجينية التي يدخل الكلور والفلور والبروم واليود في تركيبها. فهو عبارة عن غاز الميثان الذي يتكون من ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين، يحدث تكسير للترابط ما بين ذرات الكربون والهيدروجين بأن تحل الفلور أو الكلور أو البروم محل الهيدروجين فتصبح كالتالي. وهذا المركب الجديد أثقل من حيث الوزن الذري عن المركب الأول. لقد أسهم استعماله في السنوات الماضية لمكافحة الحرائق بصورة ناجحة نظرا لمكوناته المميزة في إخمادها، إلا أنه من المؤسف فقد لوحظ أثار الهالون في الإضرار بطبقة الأوزون التي تحمي الكرة الأرضية من الأشعة البنفسجية الضارة المنبعثة من الشمس. من هنا أتت الحاجة إلى ابتكار بدائل مناسبة للهالونات شبيهة لها في خواصها الإيجابية وبعيدة عن سلبياتها، وقد نجح العلماء في ذلك، وهي مركبات الهالوكربون، ومن أهمها غاز الوقاية من الحريق ووسيط نظيف آمن صديق لطبقة الأوزون FM200، كما أن درجة السمية فيه منخفضة بشكل ملاحظ. أيضا نظام الإطفاء النظيفة والمعتمدة والصديقة كليا نوفيك 1230، حيث برز في الأعوام الأخيرة كأحد أهم وسائط للبيئة. في الشكل ليس غاز، وإنما هو سائل يشبه الماء لا لون له، رائحته خفيفة جدا سريعة التبخر، لا يترك أي أثر على الأجهزة بعد التفريغ. تأثيره على الأوزون معدوم، زمن بقائه في الغلاف الجوي من 4 إلى 5 أيام فقط، زمن تفريغه قياسي وهو لا يتجاوز 10 ثواني. كما يجب أيضا أن تتضافر جهود المستهلكين خاصة الصناعيين والخبراء في قطاع الوقاية من الحريق للخفض من استعمال وتصريف هذه الغازات وتصريفها في المحيط الجوي. إذا المشاهدين الكرام، كنوا دائما واعيين على كل شيء يعود بالخطر على صحتكم وعلى بيئتكم. عددنا اليوم انتهى، يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني الظاهر على أسفل الشاشة، ودائما اليد في اليد من أجل عالم أخضر. إلى اللقاء.